النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. نقدم لكم النشرة الجوية الرئيسية، لكن لا بأس نذكركم بالاشتراك على قناتنا على اليوتيوب وأيضا تفعيل زر الجرس حتى تصلكم آخر التنبيهات الجوية. تأثرت المملكة خاصة عن المنطقة الشمالية بمنخفض جوي حاليا يتمركز في منطقة بلاد الشام، يدفع برياح نشطة وأيضا غيوم منخفضة في عموم منطقة الجوف والحدود الشمالية خلال ساعات صباح اليوم الأحد. يقابله هناك حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تشكلت فوق منطقة الزلفة خلال ساعات مساء وليل يوم الأمس، عملت على هطول زخاتر عديدة من الأمطار كانت غزيرة أحيانا، في حين استقر الطقس في عموم مناطق المملكة خلال ساعات نهار يوم الأحد، ويتوقع أن يستمر الطقس المستقر خلال الأيام القادمة بحول الله. بالانتقال الآن إلى صور خرائط توزيع الرياح، حيث يلاحظ نشاط كبير في سرعة هبات الرياح بالمنطقة الشمالية نتيجة لتمركز منخفض جوي هنا فوق بلاد الشام. سيعمل هذه الرياح على نشاط على حدوث موجات غبارية وأيضا إثارة للأتربة والغبار، تعمل على تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية عليكم من الجوف الحدود والشمالية، تنتقل تدريجيا جنوبا باتجاه رفحاء، ثم لاحقا خلال ساعات المساء تشمل أجزاء من حائل، أجزاء من القصيم وأيضا حفر الباطن، ثم تدريجيا تنتقل هذه الأتربة المثارة باتجاه أجزاء من المنطقة الشرقية. بالانتقال إلى خرائط الجوية لتوزيع درجات الحرارة السطحية، هذه الخرائط توضح أجواء باردة تتمركز حاليا في الأجزاء الشمالية من المملكة كنتيجة للكتلة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي، درجات حرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام في عموم المنطقة الشمالية، لكن يقابلها أجواء نوعا ما دافئة إلى حارة نسبيا في عموم المنطقة الوسطى والشرقية الجنوبية وأجزاء من الغربية، درجات حرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام، لكن اعتبارا من يوم الاثنين انخفاض كبير وحاد على درجات الحرارة على كل من المنطقة الشرقية والوسطى تشمل العاصمة الرياض، تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها وباردة في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة حول معدلاتها بالمنطقة الجنوبية والغربية. يوم الثلاثاء تتراجع شدة الأجواء الباردة نوعا ما مع ابتعاد الكتلة الهوائية الباردة عن عموم منطقة الجزيرة العربية، ترتفع قليلا درجات الحرارة في عموم المناطق لكن تبقى أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام في كل من الرياض الدمام المنطقة الشمالية، لكن تكون حول معدلاتها في المنطقة الغربية والجنوبية بحول الله. ننتقل الآن إلى التوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة المتوقعة على العاصمة الرياض، حيث يتوقع استقرار على الطقس في خلال هذا الأسبوع لكن انخفاض كبير وحاد على درجات الحرارة مقارنة بالحرارات المسجلة خلال نهار اليوم الأحد، حيث تسجل الحرارة العظمى في العاصمة الرياض يوم الاثنين 25 درجة مئوية 11 درجة مئوية كحرارة دنيا، يوم الثلاثاء 24 إلى 12، يوم الأربعاء تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مجددا في العاصمة الرياض وفي عموم مناطق المملكة 26 درجة مئوية كحرارة عظمى 14 درجة مئوية كحرارة دنيا. كملخص لما استعرضنا في نشرتنا الرئيسية الحالية، كما ذكرنا انخفاض حاد على درجات الحرارة على العاصمة الرياض يوم غد الاثنين، أيضا هناك غبار متوقع في شمال المملكة يوم الأحد بسبب منخفض جوي يؤثر على منطقة بلاد الشام، أيضا هناك توقعات برياح نشطة على سواحل الخليج العربي خلال هذا الأسبوع خاصة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء بحول الله، ستعمل هذه الرياح على اضطراب البحر. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.